أحمد رامي عبد الله، 35 سنة، شارك في معرض الكتاب ديوان أرض الحكايات، دار النشر، دار قاف للنشر والتوزيع. ده تاني ديوان ليا، شاركت قبل كده في معرض 2014 بديوان خارج دوائر الانتظار، كان صادر عن دار زحمة الكتاب. أنا بكتب من حوالي 18 سنة، شاركت في حاجات أدبية كتير، وكان عندنا فرق أدبية كتير عملناها في حياتنا، كان منهم فريق القعدة في القاهرة، وفريق عكاز في دمياط، وفريق غناء والصحبية في دمياط. ديوان أرض الحكايات هو متقسم لمجموعة قصايد. القصايد دي أنا عاملها في 5 أجزاء، عبارة من الحكاية الأولى للحكاية الخامسة، كل حكاية فيها حوالي 5 قصايد، بالإضافة للقصيدة اللي هي بتبدأ الديوان نفسه. في الديوان حوالي 24 أو 25 قصيدة، بالإضافة لتقسيمات الأبواب نفسها. تقسيمات الأبواب يعني هي كانت عندي قصيدة كاملة قسمتها على الخمس أبواب اللي أنا عملتهم، والخمس حكايات اللي إحنا عملناهم. هو فكرة أرض الحكايات جت من دي، إن هي يعني القصايد لما جيت أجمعها، ولما جيت أبص لإسم الديوان، هو كان ليه اسم أول، لكن لما جيت بصيت على الشكل العام ليه، لقيت إن أرض الحكايات هو هيبقى أنسب اسم للديوان. القصايد في شكل في أرض الحكايات مش قصايد تقليدية خالص. الموضوع مش بس تجارب شخصية، ويعني دي بتبقى دايما بالنسبة للشاعر حاجات بتبقى ثابتة، يعني ان انت تبقى في تجربة شخصية في الكتاب اللي بتكتبه، لكن بالنسبة لأرض الحكايات فهي مش تجارب شخصية قد ما هي يعني تجارب حياتية. ويمكن أرض الحكايات ده تمهيد للكتاب الجاي كمان، لأن الكتاب الجاي مش هيبقى بس عبارة عن شعر، هيبقى فيه شكل مسرحي شوية، فحاولت في أرض الحكايات ان انا امهد لده.